ضمن فعاليات مبادرة بلدنا تستضيف كوب 27 منصة السويس للتغيرات المناخية، النهاردة بنعمل الإيفنت الثاني الخاص بالمارينا ليتر أو القمامة البحرية. المشاركين معانا الأولاد أو الطلبة المترددين على مركز استكشافي بكل سنوات وكل الأقسام اللي موجودة معانا النهاردة، المجتمع المدني، عائلات موجودة على الشط معانا، كمان الكشافة البحرية وهي شريك معانا في كل الأنشطة. بنعمل عملية التوعية بالقمامة البحرية وعملية التصنيف، ابتدينا بالتكوين المجموعات وكل مجموعة ليها قائد بيبتدي يتابع معاها المخلفات اللي جمعتها وبيبتدي عملية فرز من خلال كشف، بيعمل عملية تصنيف للمخلفات على أساس ده عملية تعويض على رفع الوعي، لأن احنا بنتكلم في أثر الملوثات على الكائنات البحرية وعلى السلحفة البحرية وعلى الحاجات الموجودة، حتى على الشكل العام التلوث البصري اللي بتعمله القمامة بالذات في وجود البحر. فعشان كده إن شاء الله النهاردة، وفي معانا برضو جمعيات أهلية بتدعمنا، معانا الأستاذة أميمة رفعت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي، معانا مهندس حمدي صديق رئيس جمعية ابدأ، معانا دكتورة انعام جاهد رئيس جهاز شؤون البيئة، معانا أستاذة عيوشة مدير مركز العلوم الاستكشافي، لأن هم قد ايه مقتنعين بأهمية اللي بيتم. احنا موجودين النهاردة على شط من شواطئ السويس، بنبتدي عاملين معسكر نظافة. المعسكر ده بمناسبة طبعا يوم النظافة العالمي، المفروض هو يوم 17 سبتمبر. احنا جمعنا الشباب من الكشافة المصرية البحرية ومن مركز الاستكشاف للعلوم والتكنولوجيا ومجموعة من المتطوعين، ابتدينا نقسمهم لجروبات، كل جروب عنده الليدر بتاعه، هنعمل نظافة للشط، نبتدي ان احنا نوعيهم ايه هي القمامة البحرية، ايه انواعها وازاي بصنفها. طبعا كل مجموعة جمعت القمامة بتاعتها وابتدوا ان هم معاهم شيتات، يبتدوا ان هم يعملوا فرز القمامة دي، بعد ما يفرزوها يصنفوها ويبتدوا ان هم يعدوا كل مخلف، عدد المخلف ده منه قد ايه ومال الشيت بتاعه، عشان نعرف نسبة المخلفات الموجودة دي على الشط قد ايه، ونسبة التلوث جوه الشاطئ ومصادر الحاجات الملوثة دي ايه، هل مصدرها بري ولا مصدرها بحري. زي ما احنا عارفين مصادر مختلفة، ممكن يكون في كافيهات وكافتريات بتوزع مشروبات والمخلفات بتاعتها بتترمي على الشط، ممكن يكون صيادين ابتدوا ان هم يصيدوا الشبكة اتقطعت منهم، ابتدي يرمي المخلف ده جوه البحر، ابتدي طرح البحر يطلع المخلفات دي على الشط، مجموعة من الأخشاب، مجموعة من المعادن والورق والبلاستيك، لقينا في تنوع في المخلفات. هيبتدي ان احنا نعمل تقييم للشط بعد ما نخلص ونشوف نسبة التلوث الشط ده قد ايه. واحنا الفعاليات دي بدأناها الأسبوع اللي فات، احنا رحنا عملنا فعاليات على أحد شواطئ مدينة الزعفرانة. Thank you.